طيب، ورجعنا لكم في الحلقة الثانية من سلسلة مود التاكسي، يتكسينا والأمور طيبة. المرة اللي ما شاف الحلقة اللي راحت نزلت أمس يروح يشوفها عشان يفهم الوضع أكثر. خدنا لنا أول زبون وبسم الله. يا ولد مشوارك بعيد يا ولد، ما علينا، نوصلك في سرعة البرق. وطبعا بالنسبة لي في جراند أسوق في الأماكن اللي برا أحسن من المدينة. مدينة زحمة وقروشة وكذا، بس ما علينا، دحين نرجع المدينة إن شاء الله. ما يتجاوز ما يجيني أحد، يعني الشارع فاضي، الشباب كان فش تعلموا اللفة دي، تعلموا رجال لفت الفار طويل. بس والله شوف احسن شيء للتكاسي الفرد. جيب العيد لسه والزبون ما استفتحنا، ما دخلنا شيء. اولي طب اسمع، خلينا نزحف شوي. شكله فوق جبل، ولا والله في غزالة. لا ما هو فوق جبل، وين طلع ولا يعني نقدر ننزل بسلام وكأنه ما صار شيء. بس كي يبغى ننزل بتدرج، والله إذا حاعدم الفورد والله ننزل بسلام وبمحبة وكذا. يا سلام، تستهبل؟ تعال 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 يا ولد، تعال أجيك دحين أوريك شغلة. اوه بيسوي هايكنج الاخ، صح؟ تب صفر، هري امك انا، تب صفر اجل، خد. طيب بعد ما تخلصنا من الشرطة دخلنا محل الهايكنج. الهايكنج اللي هي اتوقع المشي في الجبال او شيء زي كذا، والله ما اذكر. هي مشكلة في تسلق الجبال وفي المشي، معلومات انجليزية الاخ قالب لنا اقول. المهم دحين بعد ما خرنا زي ما شايفين السيارة صارت وسخة، فحنروح نغسلها ونشوفكم في المغسلة. خمستاشر درجة، شيء جميل. الزبون اللي بعده. طيب وجانا زبون قريب منا، حناخذ في المدن عشان نخلص. لان الحين دخلنا 1000 الفاية. لا 1100 دخلنا. يلا يلا اخلص علينا. غسلني السيارة والدنيا طيبة. اخوش الزبون ده المشاور من بعيد. يرضي مين ده الكلام؟ طيب المبلغ اللي دفع لنا اياه ذاك، يعني تقريبا مع الفلوس حق الحرمة مع الغسيل مع كل شيء، تقريبا الفلوس اللي رجعناها له اياه تقريبا 200 دولار. بقي لنا 800 دولار. انا ما قد شفت صراحة احد يلعب تاكسي وكذا، في احد ممكن بس ما، فقلت يعني ما نطول نخلي افا النور شغال يعني خلاص ما يحتاج نروح ولا شيء. مطب هدي يا ولد، مطب في قدام مطب. بلديتكم يا ولد، اسمع يا جماعة نهدي عشان المساعدات. مطب ثاني، لا ليش الحي ذا؟ يلا حرك. ما دفع. لما يدفع ليش نسوي فيه؟ ما حد بيجي وراه. مية خمسة وخمسين بدون تب. خد. الأرياف اتوقع يدفع. دوبني جاي من هنا، نفس الحرامي شكله. قتلته كيف نفسه؟ أخوه دمه أخوه ولد عمه.
stop that chariot. اطلع. Let's get this chariot in motion. والله ده مشوار ومشوار اقسم بالله. بس المبلغ محرز بس. نشوف. الحين عندنا 350. 55 بس يلا نجبره 50. عشان ما نتلخبط في العد. اهم شيء الاسطبات. اخ السواقه ممتع في الجبال. نشوف من جوا معك اي ممتع من جوا. قلت طلع بس سبحان الله ما احب العب من المنظور الاول نهائيا. اسحب جلنطي و يووي خش على الخط الثاني. يووو ده رحله عسكريه طيبه وزحمه و... وكذا. قربنا قربنا. يووو تجهز قرنقشاتك واهم شيء بخشيش. والله اني حسن في ختله. هلا والله بالمبلغ المحترم. هلا والله بالمبلغ المحترم. طيب صار دحين عندنا 350 370 بس خلي 350. لا 600 650 بيجي. احتاج الى تركيز. ايوه فهذا وصلنا للزبون. اطلع يا اخي اطلع من ذا الباب. لازم من ذاك الباب. مشوار قريب يا ولد ما فيك تمشي. ايش الكسل ذا اللي فيك؟ المبلغ ذا ولا حقة 50 ريال يا ابني. 50 دولار عنده مو ريال. شو لو نتصور ما ادري السعر دوب قريب من المدينة. بدأ الضباب حماس. في حادثنا ننزل ناخذ فلوس الجرحى. يقول لك ميك ده مدري مين. اسمعني بسيبك. ايش هذا؟ ايش بهم حرامية؟ 80 80 طالما فيها شرطة شرطة. 80 ولا حق ال هذا جزائك زي ما انتم شايفين. نتيجة طرد الشرطة. فيبغى لنا نصلح. ناخذ الزبون على طريقنا. نوصله. بعدين نشوف امر التصليح. وينه ذا؟ شوف اذا ما دفعت ترى حيصير مو كويس. ما راح اقتلك زي ما زيهم. ححرق الحرب. اسمع اتوقع والله اعلم الزبون ده ما راح يدفع كمان زيي زي اللي قبله. اتوقع نشوف دحين يدفع ولا ما يدفع. من بدري حنزل لك. والله كنت قلت لكم انا ايش قلت لكم؟ اطخ الطخه بعدين قلت انا ححرقك.
احرقك ولا ماني قايل لك. طيب وبكده نوقف اليوم، ودحين اروح اصلح السيارة لانه ما بالحلقة الطول. نوقف نجيكم ان شاء الله في حلقة بكرة، اللي ما شاف حلقة امس يروح يشوفها. بس والسلام عليكم.